نمبر 5 which is اكبر حكايه ما قلتلهاش لتوا حل. ايماجين انت تبدا قاعد ترونكيل يجيك ميساج على البروفيل نتاعك فيه بانجليزي دي امورسي كان نهار اسود ايه ده جناح ده الواد منصور مال ما بيجمعش السلوك اللي عنده دخلت كلها على بعضها مخه بقى فافا وجزمته بقت في دماغه والله العظيم يا جدع الجدع ده بيسمع حاجات غريبة وعمال قاعد يقول الكلام اللي احنا مش عارفين نقوله كده ولا والله ده انت المفروض ما تقعدش معانا بقى تروح تقابل الناس اللي جايه من بره دي وتقول لهم على الكلام اللي هم مش عارفين فرانشمون فما حلين الحل الاولاني سواء توفر له هو شنو يطلب بطريقه او باخرى الحل الثاني لازم بيان سور ثم ماتت رابعه ومات شحير بن حنجل وانتحرت حرقوفة بنت حرقوفي